كبيدات ديالي، مساء النور ومساء الخير ومساء التيسير. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحيحتكم مزيان؟ اش كتعاودوا؟ نتمنى الكبيدات ديالي تكونوا في ظروف جيده وفي صحه جيده وفي احوال جيده. الله يرزقنا ويرزقكم الصحه والسلامه يا رب العرش العظيم في هذه العواشر. واللي كيتمنى شي حاجه الله يسهل عليها الكبيدات ديالي. وعواشركم مبروكه بالصحه والسلامه، باش ما كتمنوا ان شاء الله باذن الله. بعدا اولا الكبيدات ديالي سنشكركم بزاف 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 على الكومونتير ديالكم الزويونين والعسولين، بحالكم بحال القلب ديالكم. وشكرا على الناس اللي قالت حري ودا القلب البيض وحري ودا القلب الكبير والمراه الحديديه. الله يسهل عليكم اختي والله يفرجها عليكم من الباب الواسع. راه كيما شفتوا كنت مشيت عند ايه، هي اللي كانت عارضه عليا. كبروا بيا الصراحه، الله يكبر بيهم. وان شاء الله عزومه مردوده ان شاء الله باذن الله. واخا العزومه ثاني تردات فاش مشينا الباطو في الرباط، وداز داكشي زوين وحق الله العظيم. انا وايه ولطيفه دوزنا واحد اليومين غزاله، نهار فطرت عندهم ونهار فطرنا في الباطو. يعني اقسم بالله العظيم الا دوزنا واحد اليوم واحد اليومين زويونه، وتصفاو الخواطر وتصفاو القلوب. الحمد لله والشكر لله. كنبقى دائما انا مراه بالعقل ديالي، واكيد ما غنديش على وحده صغيره صغر من هذا. ماشي مشكل، وتيقولوا لي غلب يعف ماشي مشكل. ومنين عرضوا عليا كل مره عافاك خلتي حريوده اجي تفطري معنا، عاف ماشي مشكل، ما فيها باس، كلشي كيفوت. والدقه اللي ما تقتل تقوي. ايوا الكبيدات ديالي تاخذوا عبره من عند حريوده. بنت وحده اللي عندي، ورغم ذلك وقع لي المشكل، بقيت الحمد لله قويه بالقوه ديال الله سبحانه وتعالى. عطاني القوه ديال الله تعالى، صافي. كان نامن بشي حاجه سميتها القدر، عند نزول القدر يعمى البصر. سالينا. عرفتي الكبيدات ديالي دابا كنت جالسه كنتفرج وانا يطيح لي واحد بلان في راسي وانا نتفكره، وقلت والله تنوض نشرب لي واحد الكويز داتاي ونتعاود انا ولي فان ديالي من هنيت نستاشر معاكم. كيشو كبيدات ديالي كما قلت لكم، راه نتوما لا فامي الثانيه. بغيت الكبيدات ديالي نتصور معاكم، بغيت نرد العراضه ديالي. راه شو راه يومين انا عارضه، مشيت عند ايه بشري عرضوا عليا مساكن وكبروا بيا وداروا اللي في جهدهم، وتبارك الله داكشي كان غزال وداكشي في المستوى. الله يجازيهم بخير والله يخلف عليهم ياك. والمره الثانيه مشينا فطرنا في الباطو، بدلنا الجو وفرحنا ونشطنا، وراه نتوما مالي الخير راكم شاركتوا معنا كلشي. تحياتي لكم على الكومنتير الزوين ديالكم الغزال. بحالكم شتوني حلوه وشتوني عسل في العينين ديالكم، الكبيدات ديالي عسل. قلت لكم اخوتي ديالي جيت نتشاور معاكم وردوا عليا في الكومنتير. دابا بغيت نقول لكم، بغيت نرد العراضه ديالي مع ايه بشري والام ديالها، يجيو عندي هنا للدار ونكبر بهم ونعرض عليهم. وكما قلت لهم عندهم، قلت لهم في الدار عندهم قلت لهم كاع اللي كيكبر هي اللي كدير ليا كلشي. كاين شي وحدين قالوا لي حريده واش كتصاوب لك فابور؟ لا كبيده ما كتصاوبش ليا فابور، هي كتساوي معاها وكتشاطري معاها وكتنقص ليك حتى هي. المهم انا بعدا الله يجازيها بخير كتنقص ليا وكتكبر بيا وكتنقص ليا في الثمن، ولكن اكو بدار كنخلصها. غير هي كتحمر لك الوجه، كتصاوب لك هذاك الشيء على حقه وطريقه. ودائما انا كنتفاهم معاها على الطبله، الطبله كتقول لك من احتى لزيد من الخبز. كبيده سمحوا لي، جاني تليفون مع السيده نيت اللي كنتواصل معاها، شكرتها بزاف بزاف. المهم خلينا نكملوا موضوعنا باش ندوزو عند السيده. قلت لك قلت لكم اخوتي راه الافراح اولا الامداح او عيسى وهذاك الشيء كيبدا حتى كيسالي التراويح، ماشي هما راه مكلخين او ما فاهمينش او ما واعينش غينوضوا يبقاو يقزقزوا ويطبلوا والناس كتصلي. لا تا كتسالي الناس التراويح ديالها، وكل كي يدير عاد كيمشي اللي بغى يمشي يتفرج في الامداح ويتصنت الامداح ويدير راه كيمشي، اللي ما بغاش راه كيتكمش في دارو. هادشي اللي كاين. ايوا كبيدات ديالي، السيده سميتها فاطمه الزهراء من مدينه مكناس، تنقول لك حبيبه ديالي شكرا لك بزاف بزاف بزاف. هي هاد السيده ما عندها قناه،
ما عندها انستغرام، ما عندها فيسبوك، ما عندها حتى حاجه. هي هاد السيده من لي فان ديالنا ومن المحبين ديالنا، وعندها النمره ديالنا، حين ديجا الا تعقلوا ديجا كانت لونصات النمره ديالي في الصالون هنا في خميسات، وهاد لي فان ديالي قديمه، ماشي عاد راه قديمه والله العظيم. ايوا بقات كتهضر معايا في التليفون في الواتساب كبيده من هنا وهادي وهادي وهادي، قالت لي يا ربي حري ودا بغيت نشري لك واحد الهدايا نصيفطها لك بالمناسبه الخروج ديالنا هذا. قلت لها مرحبا حبيبه ديالي، قلت لها مرحبا. قالت لي شنو بغيتي؟ انا ما قدرتش نشوف شنو بغيتي، واش هي كدير هاد الاثاث المنزليه، هادشي ديال الاثاث المنزليه. قالت لي شنو بغيتي؟ واش بغيتي تريه؟ واش بغيتي ساعات من دوك الديكورات الكبار؟ واش بغيتي مرايه؟ واش بغيتي هادي؟ واش بغيتي هادي؟ قلت لها حبيبه ديالي انا بغيت مرايه، الساعه راه عندي، الساعه زوينه كبيره عندي، التريه راه زوينه النيس كبيره عندي، بغيت مرايه. قالت لي حريوده من عندي والله الا انا هذا تصيفطاتها ليا وصونهم عليا الدراري وصيفطت لهم الكاليزاسيون جابوها ليا حتى لهنا. وتنقول لك اختي فاطمة الزهراء من مدينه مكناس، تنقول لك شكرا لك بزاف 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 والله يكبر بيك. وانت لي فان ديالنا من القدام، منين كنت انا ونادى بادين، منين كنا يلاه بدينا انا ونادى راه تابعتنا هاد السيده. تنقول لك اختي شكرا لك على المرايه اللي صيفطتي ليا، والذوق ديالك كان زوين، حيت هي قالت لي حري واش من ديكور بغيتي؟ قلت لها اللي صيفطتي سمن وعسل. وقالت لي واخا خلي الذوق على حسابي. قلت لها مرحبا بك حبيبه. وصافي اختارت لي مسكينه الذوق وصوبتها لي في داك السلوفان وصوبتها لي في داك سميتو. انا قطعت هذا، بقى هاد السلوفان انا غنحيدو معاكم ياك. ايوا كنقول لك شكرا حبيبه، شكرا بزاف بزاف. هاد السيده مسكينه قال لك صيفطات لنا هاد الكادو حيت كتحماق عليا انا ونادا لا غير. قالت لي ما تبارطاجيني لا في انستغرام ولا تحطي النمره ديالي في اليوتيوب. كنقول لك تحياتي لك اختي فاطمه الزهراء، وشكرا لك والله يكبر بك. وكما قلتي ملي غتخرج ندى غتجي عندنا، اجي مرحبا بك وتشرفينا، وديك الساعه ندير انا وياك فيديو ونقول فاطمه الزهراء هي السيده اللي جابت لي المرايه. وشكرا حبيبه ديالي والله يكبر بك، والله يجازيكم بخير وصيامكم مقبول، والله يسهل علينا وعليكم وعلى امه محمد. وتحياتي لكم اخوتي، خليكم معايا نوريكم المرايه. كويدات ديالي ها هي المرايه اللي صيفطات ليا فاطمة الزهراء. تنقول لها شكرا لك حبيبه، شكرا بزاف بزاف بزاف. خليكم معايا الكبيدات ديالي، نحيد ليها هاد السلوفان هذا، نحيد لها كبيدات هاد السلوفان ياك، ونحيد ليها هاد الطاشيات. حيت منين هضرات معايا قلت ليها واش هاد اللون الصفر وهاد البيض واش اللون ديالها، قالت لي لا حريوده حيدي ليها كاين الابيض وكاين الصفر، فهمتي؟ نحيدو هاد البلاستيكات. المهم خليكم معايا الكبيدات ديالي، تنحيدها على خاطري، نحيدهم على خاطري. ها هي المرايه الكبيدات ديالي، نيت والله الا غتجيني مع هاد الصالون رائع. خليكم معايا حبيبات تنصورها. وتحياتي لكم كبيدات ديالي. انا علقت المرايه وها جيت من بعيد باش تشوفوا الصاله كيفاش جات. ها انتم الكبيدات ديالي، جات غزاله، واخا هنا في التليفون كتبان صغيره ولكن راه انتم شو كبيده فاطمه الزهراء. شكرا لك حبيبه ديالي، ما ردوه لك في ساعه الخير ان شاء الله باذن الله، والله يسهل عليكم الكبيدات ديالي. ورمضان مبارك سعيد بالصحه والسلامه، وباش ما كتمنى والكبيدات ديالي باش ما كتمنى كبيدات ديالي. مساء النور ومساء الربح، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحتكم مزيان؟ بالصحه فطوركم؟ تفطروا بالصحه والسلامه وراحه البال وحري ودول بريريت ديالاتي. من بعد كبيدات ديالي ما فطرت وداكشي، كنت درت لكم هذاك لا فيديو راه الكماله ديالو هادي، كانت تما مع الخمسه، كان باقي الصيام وباقي ما فطرناش. دابا كبيده راه حنا فطرنا وشربنا لاتاي وردينا مجاجنا، اجا كبيدات ديالي نشربو انا وياكم هاد الكوي ديال اليوم ياك، وندردش معاكم ونتشاور معاكم. كي شفتو نتوما هي لا فامي الثانيه، الناس اللي عزازين عليهم حنا انا وبنتي، وكيكبروا بيا الله يكبر بيهم، وكانوا وقفوا معايا في المحنه، كيتصلوا فيا كيتصلوا بيا وكيسولوا في الواتساب وكيسولوا في الخاص.
تنقول لهم الله يسهل عليكم الحبيبات ديالي والله يكبر بكم والحمد لله ما بقى قد ما فات باذن الله تعالى. الله يا ربي حبيبي على كويس ديال في اليوم. هانتوما كبيدة تشوفي هاد السويعه صوبتها عاد صوبتها هانتوما يا تعويجه واخا راه شفتوها غراني غا بغيت باش تشوفوها مزيان. هانتوما الكبيدات ديالي سعد انا وبنتي انا والمنيكيشه ديالي توحشتها والله الا توحشتها ولكن ماشي مشكل كلشي كيفوت كلشي الكبيدات ديالي تيفوت كيخص غير الصبر الصبر وبنادم يرضى بامر الله سبحانه وتعالى واللي كيقدموا لينا الله سبحانه وتعالى واللي كيكتبوا علينا الله سبحانه وتعالى ماشي مشكل ما فيها باس فوت والدقه اللي ما تقسلت قوي ايوا الكبيدات ديالي تاخذوا عبره من عند حريوده بنت وحده اللي عندي ورغم ذلك وقع لي المشكل بقيت الحمد لله قويه بالقوه ديال الله سبحانه وتعالى عطاني القوه ديال الله تعالى صافي كنامن بشي حاجه سميتها القدر عند نزول القدر يعمى البصر سالينا عرفتي الكبيدات ديالي دابا كنت جالسه كنتفرج وانا يطيح لي واحد البلان في راسي وانا نتفكرو وقلت والله تنوض نشرب علي واحد الكويس داتاي ونتعاود انا ولي فان ديالي من هنيت نستاشر معاكم كيشو كبيدات ديالي كما قلت لكم راه نتوما لا فامي الثانيه بغيت الكبيدات ديالي نتصور معاكم بغيت نرد العراضه ديالي راه شو راه يومين انا عارضه مشيت عند ايه بشري عرضوا عليا مساكن وكبروا بيا وداروا اللي في جهدهم وتبارك الله داكشي كان غزال وداكشي في المستوى الله يجازيهم بخير والله يخلف عليهم ياك والمره الثانيه مشينا فطرنا في الباطو بدلنا الجو وفرحنا ونشطنا ورا نتوما مالي الخير راكم شاركتوا معنا كلشي تحياتي لكم على الكومونتير الزوين ديالكم الغزال بحالكم شتوني حلوه وشتوني عسل في العينين ديالكم الكبيدات ديالي عسل قلت لكم اخوتي ديالي جيت نتصور معكم وردوا عليا في الكومونتير دابا بغيت نقول لكم بغيت نرد العراضه ديالي مع ايه بشري والام ديالها يجيو عندي هنا للدار ونكبر بهم ونعرض عليهم وكما قلت لهم عندهم قلت لهم في الدار عندهم قلت لهم كاع اللي كيكبر بحريوده غنكبر به انا مرتين واش فهمتوا اخوتي ايوا دابا عاد بغيت نعيط على بشرى صاحبتنا النيت طريطور ديالنا اي مناسبه واي حاجه كان هي اللي كدير ليا كلشي كاين شي وحدين قالوا لي حريده واش كتصاوب لك فابور لا كبيده ما كتصاوبش ليا فابور هي كتساوي معاها وكتشاطري معاها وكتنقص ليك حتى هي المهم انا بعدا الله يجازيها بخير كتنقص ليا وكتكبر بيا وكتنقص ليا في الثمن ولكن انا كبيده كنخلصها غير هي كتحمر لك الوجه كتصاوب لك هذاك الشيء على حقه وطريقه ودائما انا كنتفاهم معاها على الطبله الطبله كتقول لك من احتى لزيد من الخبز كبيدات ديالي عرفتي اليوم اش حفني التليفون والله القسم حتى كان ندير لا فيديو كيوصل ليا دقيقه وكيحبس كيقول ليا بلان 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 عاد عرفت راه تيقول ليا عندي بزاف ديال لا فيديوهات وداكشي عاد بقيت نمسح 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 والله العظيم عاد غنصوني لحمزه نقول ليه يوريني كيفاش مسحتي سيبريميتو حيت كندخل كنبقى نمسح غير وحده بوحده وحده بوحده وهي راه فوق 400 ميساج 400 فيديو كنبقى نمسح وحده بوحده والله الا شحفت وحق الله العظيم حماريت نكمل لكم احبيبات ديالي الهضره قلت لكم بشرى كنتفاهم معاها على الطبله من احتى لزيد من الخبز حتى القرعه ديال الماء تسيدي علي اولا الماء معديني كيف ما كان ايوا المهم الكبيدات ديالي ردوا عليا ولا نخلي العراضه ديالهم حتى تخرج ندى وندير العراضه في مره واحده اشنو بان لكم اخوتي وانتم اللي قلتوا على راسي وعلى عميناتي الكبيدات ديالي قلتوا لي حريوده لا ردي العراضه ديالك لا خصك تردي العراضه ديالك ردها على راسي وعينيا ونكبر بهم وندير لهم تريتور ياك غايقولوا شي بعدين حريده واش غير جوج الناس ولا ثلاثه ديري التريطور وداكشي غندير حبيبه ديالي التريطور انا ما فيا ما يطيب ما فيا ما يدير حتى حاجه انا الاكثريه معها كتوصل ديك الربعه د العشيه والله يا خوتي الا كان زعما كنسخف ما فيا ما يضرب لا سمره لا والو
الحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد يا رب العالمين، فهمتوا؟ وهذيك الساعه نصوني عليهم في التليفون، ندير معاهم ونحدد معاهم النهار، نقول لهم فوقاش يجيو نشوفوا هما شنو واش عندهم شي شغل ولا ما عندهمش، نرسيو النهار صافي ونعلم بشرى تصاوب لي الطبله على حقها وطريقها، راكم عارفين ياك. ايوا ديك الساعه نشارك معاكم كلشي. ايوا ردوا عليا في الكومنتير الكبيدات ديالي، هادشي اللي بغيت نقول لكم. واش نرد العراضه ديالي هنا في الدار عندي بطبيعه الحال غندير تريتور، ولا غنخلي تخرج نادا وندير العراضه في دقه واحده وكلشي في دقه واحده. وشنو بان لكم اخوتي؟ تحياتي لكم وتنحمق عليكم، وكتشربوا معايا واحد الكويز ديال فلايو، نموت عليكم. وشكرا الاخت فاطمه الزهراء، تحياتي لك من هنا، كنموت عليك اختي، شكرا، الله يجازيكم بخير.